يواجه المنتخب التونسي نظيره البوركيني برسم دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021. مباراة تونس وبوركينا فاسو ستجرى يوم السبت 29 يناير الجاري في الأوقات التالية: 7 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت المغرب وتونس، 10 بتوقيت مكة المكرمة. المباراة ستقام على أرضية ملعب رومدي أجيا بمدينة غاروا الكاميرونية، وفيما يلي أهم القنوات الناقلة للمقابلة.